بونجور مشاهدينا الكرام، عليكم اينما كنتم. مرحبا بكم في برنامجكم اليومي مورنينغ رياضي لمناقشه حظوظ المنتخب الوطني المغربي المحلي في منافسات كاس امم افريقيا للاعبين المحليين الشان التي تقام حاليا بدوله الكاميرون. ولمناقشه هذا الموضوع ومواضيع اخرى ينضم الي محلل القناه اطار الوطني هشام جواسي. هشام صباح الخير. صباح الخير بوحوته، صباح الخير المخرجين. كي صحتي اخويا؟ الله يلاه بخير. لاباس عليك؟ انت بخير؟ كي داير الامور؟ الحمد لله. الحمد لله. المشاهدين الكرام اللي تيتابعونا على المباشر ضروري تنتقاسموا معاهم الافكار وتجيبوا لنا افكار زوينه بزاف، وهذا الشيء اللي جميل اللي تيخلينا تنفيقوا بكري اخويا بوحوته. نتمنى ودوز حلقة جميلة جدا ان شاء الله. هذا ما نتمناه جواك من المشاهدين الكرام. اذا هشام، ربما المنتخب الوطني المغربي كيفصلوا يوم واحد فقط على خوض اول مباراة لي امام طوغو يوم غد الاثنين بداية من الساعة 5 مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكة. مباراة اولى غتكون هي المفتاح من اجل ان شاء الله مسار اللي كنتمنوا اللي يكون قوي للمنتخب الوطني المغربي في رحلة البحث الحفاظ على اللقب اللي توج به سنه 2018. اكيد بوحوته، لاحظنا التركيبه البشريه ديال المنتخب الحمد لله تركيبه رائعه، ويعني الجماهير راضين على المنتخب. بطبيعه الحال القرارات دائما تتبقى ديال الناخب الوطني، هذه من جهه. لاحظنا وتصنتنيت واحد التصريح ديالو، كان واحد التخوف يعني ديال الرطوبه وديال يعني الصاد اللي كاينه في البلاد. وبطبيعه الحال هذا ماشي يعني غادي يوقفوا على هذا الجانب ولا غادي ياثر عليهم هاد الرطوبه ولا هاد الصاد. بطبيعه الحال عندهم خبره وعندهم تجربه في يعني في الدول وكاس يعني هذا الكاس هذا اللي غالي بزاف، وهما المنتخب الوطني هو يعني كيف تنقولوا هو يعني هو المنافس، هو الملقب يعني يحسب المنتخب الوطني. كما قلت عنده خبره عنده تجربه، تتبقى دائما اختيارات ديال الناخب الوطني. كاينه كما قلت وسبق لي تكلمت كاينين عده لي بوست يعني عنده الاختيار ديال المدرب. تتبقى يعني المنتخب يكون في صحه جيده ويكونوا لعابه اون فورم، يعني يقدر اي واحد يدخل المباراة يكون يعني جاهز و 100% يعني يكون في نهاره. وتنتمنى المنتخب الوطني يعني الفوز. المباراة الأولى مهمة، مباراة مهمة دائما تيقلب عليها أي مدرب في العالم، تيتمنى المباراة الأولى يعني يفوز فيها باش يعني كما تنقولوا يتحلوا البيبان بزاف. صحيح هشام، اكيد انك طالعت اللائحه اللي وجه لها اطار الوطني حسين عموته الدعوه للمشاركه في كاس امم افريقيا للاعبين المحليين. اللائحه اللي ضمت 35 لاعب، مع العلم ان الاتحاد الافريقي كيطلب فقط 30 لاعب. ربما عموته باش يخسر بعض اللاعبين وبغى يخليهم يدخلوا في الاجواء ديال اللي غتكون تماك في الكاميرون. خمسة لاعبين راه مشاو ما يلعبوش. هي بالنسبة لي هي ناخذوا ايجابيات ما ناخذوش السلبيات. يعني كانت 34 وكانت صاب لاعب، يعني دات 33 لاعب. كاينين لاحظنا الحراس، كاينين خمسة الحراس، كاينين لي بوست ديال بعض اللعابة، كاينين يعني كما تنقولوا الدوبل ديال لي بوست. هذا ماشي مانع، وهذا ماشي غادي نوقفوا يعني خمسة اللعابة واش مشاو ولا ستة اللعابة. هذا يحسب يعني تحسب يعني الجميع وعلى رأسهم فوزي القزع، يعني تحسب المنتخب الوطني ما فيها باس. يعني تندو معنا شي أربعة ولا خمسة زايدين ما كاينش مشكل. هذوك الخمسه نيت اللي ما غيلعبوش ياخذوا خبره وياخذوا تجربه يعني مع المنتخب الوطني. كاين اللي ما غاديش يلعب كاع، ولو هاد الخمسه اللي غنتكلموا عليهم الاربعه مشاو كما قلت، يعني راه كاينين لعابه اللي ما غاديش يلعبوا، فهمتي؟ ما يقدرش يلعب 35 او 25 او 20 لاعب. تقريبا لا ليست تكون فيها 18 ولا 19 على حسب، ولكن تتبقى دائما اختيارات تتبقى ديال المدرب
وتكون واحد التوليفه تكون يعني قويه يعني اللي غتصارع يعني المنتخبات. لاحظنا دابا المنتخبات يضربوا المنتخب الوطني ديالنا الف حساب على اساس يعرفوا القيمه ديال اللعبه اللي عندنا والقيمه ديال المنتخب، القيمه ديال المغرب ديالنا، فين وصلنا بالتيرانات ديالنا، بالملاعب ديالنا، البطوله الوطنيه الحمد لله احترافيه كاينه، كاينين لعابه في المستوى. ودليل على هذا الشيء تقريبا حنا راه غاديين ب 33 محترف، هذه ماشي سهله وتحسب للمغرب. صحيح. التذكير هشام ونذكر المشاهدين الكرام بلائحه المنتخب الوطني المغربي التي وجهت لها الدعوه، فهي كالتالي: محمد امسي في الفتحه الرباطي، انس زنيتي من الرجاء الرياضي، هشام مجد اتحاد طنجه، ايوب الكرد الحارس الشاب للجيش الملكي، زهير العروبي نهضه بركان، مهدي قرناص عميد الدفاع الحسيني الجديدي، رضا اسلم الجيش الملكي، اسماعيل مقدم نهضه بركان، سفيان البكيني وحزاج اكادير، عبد الله خفيفي مولوديه وجده، بكريم بعدي نهضه بركان، وليد الصبار من اولمبيك اسفي، العربي الناجي من نهضه بركان، وليد الكرتي الوداد الرياضي، رضا الجعدي من فتح الرباطي، محمد علي بامعمر من اتحاد طنجه، ابراهيم البحراوي من نهضه بركان، يحيى جبران من الوداد الرياضي، انس الباش من فتح الرباطي، زكريا حدراف نهضه بركان، حمزه المساوي المغرب التطواني، زكريا فاتي من الجيش الملكي، عبد الاله الحافظي من الرجاء الرياضي، ايوب الكعبي من الوداد الرياضي، سفيان الرحيمي من الرجاء الرياضي، عمر المساوي من نهضه بركان، محمد الفقي المغرب الفاسي، نوفل الزرغوني من فتح الرباطي، نوح السعداوي وائل من الرجاء الرياضي، واسماعيل خافي من وليد وجده، اشرف داري من الوداد الرياضي، وعبد المنعم بطويل من شباب المحمدية. 35 لاعب اللي راه في المنتخب الوطني المغربي، هذه هي التشكيله اللي كانت هشام اللي وجه لها الدعوه. ربما 70% هادو لاعبين ديال فريق الرجاء والوداد البيضاويين ثم نهضه بركان. بطبيعه الحال دابا لاحظنا الناخب الوطني اعتمد على اللاعبين اللي عندهم خبره في هاد الكاس هذا. يعني لاحظنا الوداد ولا الرجاء اللي عندهم تيكون واحد الضغط على اللعابه حتى في البطوله الوطنيه، دائما كل ماتش عليهم ضغط حقاش يلعبوا فرق كبرى بحال الشكل ديال الوداد وشكل ديال الرجاء. يعني هاد الاسماء هاد اللي ذكرتي كاملين، هاد لاليس كامله، يعني كاينين لعابه اللي كديجا يعني كانوا لعبوا في المنتخب، ميمكنش ما يعيطش ليهم. انا اللي تستغربت ليه هو كون كان يعني داير لاليس معطله شويه قبل ما يعني يدير لاليس، لاحظنا الوداد والرجاء كانوا تألقوا يعني بعض اللعابه منهم، عده يعني لعابه اللي في الرجاء وفي الوداد على الاقل كان يدي واحد جوج ولا ثلاثه، ولكن هو ديجا دار لاليس ديالهم. بطبيعه الحال تكون واحد بريباراسيون قبل واحد 15 يوم ولا شهر، ما يمكنش تيصيفط الاتحاد الافريقي، ما يمكنش ترجع يعني اللاعب يديروا في لاليس ويكون معاه سيمانه ولا جوج من بعد يحيدوا ويدخل واحد اخر. دائما تبقى اختيارات. صحيح. إذن تبقى الاختيار دائما ديال المدرب، وهادشي اللي كاين. هشام، قبل ما نذكروا المشاهدين الكرام اللي كيتابعونا في الصباح هذا من البرنامج اليومي بروبليم او عفوا مورنينغ رياضي، فاللي بغى يشارك معنا ما عليكم سوى الاتصال بالرقم الظاهر اسفل الشاشه، ولا نذكروا به بصوره 0662 05 0840، وكره مره اخرى 0662 05 0840، ومرحبا بكم كذلك عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نمشيو ونتفاعلوا مع المشاهدين الكرام واصدقاء البرنامج. هذا اشرف يزيد صديق برنامج مورنينغ رياضي يقول: صباح الخير يا معشر المورنينغ. صباح الخير خويا اشرف. صباح الخير اشرف، شربتي قهوه ديالك ولا مازال اشرف؟ هذا اسماعيل من غديت يقول: تحياتي. تحياتي لك اخي اسماعيل كذلك. هذا زينو ذاك تقول: مشهد جميل. شكرا لك خويا. اكيد مجموعه من المشاهدين تعودوا انهم يفيقوا معنا الصباح هشام، وهذه بادره طيبه. جمهور رياضي كيتبع برنامج مورنينغ رياضي كل صباح من 7 ل 9، وحنا سعداء بالتفاعل ديالهم هشام. اكيد لاحظنا الجمهور، يا والله العظيم بالله انا يعجبني الحال، يعني تتفيق وتكون معك الجمهور، وهذه هي الحاجه اللي زوينه بزاف اللي جميله واي واحد تيبغيها. لاحظنا تقريبا دابا السبعه هذه ونص الناس متبعينا، هذا شيء جميل جدا. يعني الجمهور تيعرف وتيعشق الكره المغربيه وتيفهم. صح. في الكره وتيفهم ومختلف اجناس ذكور واناث. تيفهم في التحليل، تيفهم بزاف د الحوايج، وهذا الشيء اللي بكل صراحه هذا الشيء اللي زوين. هشام، بالعوده للمنتخب الوطني المغربي، هل ترى ان الاسود احنا غندوي على المنتخب وحنا على الجمهور بعد. صحيح. واش الاسود المحليه كتشوف انهم قادرين انهم يحافظوا على اللقب ويتوجوا بلقب الشان هذه السنه؟
شوف هو في حد ذاته هذا الشان هذا كما سبق لي وتكلمت، يعني هو ملقب، يعني كاين كل شيء بين يديهم. التركيبه نعاود نقولها ونعاود نقولها، التركيبه البشريه يعني كومبلي، يعني مدرب مغربي، مدرب عارف يعني كل لاعب اللي في البطوله، كل عارف اي واحد المستوى ديالو كيدير. يعني ما يمكنش غادي شي واحد يكون شي واحد يعني كما تنقولوا راه سالت يعني لعبها في المستوى، كل شيء يعني بين يدين اللعابه. يعني ما يمكنش حنا نرميو كل شيء على المدرب. بطبيعه الحال المدرب تيدير اختيارات ديالو، تيدير العمل ديالو وسط التدريب، وسط يعني في الاوتيل، يعني جميع الصغيره والكبيره تيكون عارفه المدرب. ولكن حنا ما نساوش عاوتاني اللاعبين خصو يكونوا جاهزين، اللعبه خصو يكونوا يعني كونسونتراسيون يعني 200%، يتبعوا التعليمات ديال المدرب، يحاولوا ما يضيعوش، يحاولوا ما يزربوش، يتبعوا كما دائما تنقول انا الاختيارات ديال المدرب تتبقى هي. يعني المنتخب هذا يعني اللي يدخل يقضي الغرض، ما يكونش تسرع، ما تكونش الزربه، يكون تقريبا يكون 200% احتفاظا على البوطو ديالنا، ما يتشجلش علينا. وهما راه غيوصلوا البوطو يعني الحمد لله، كاين لي زاتاكو كاينين مزيان، يعني توفقوا في البطوله الوطنيه، كاين ميدو تيران، كاينين لي ديفونسور، يعني تم الحارس، الحراس كاينين مزيانين. يعني ما يعني كل شيء كما تنقولوا دائما، تنقول تبقى دائما هذاك الشيء تيبقى بين الناخب الوطني وبين اللعابه، يعني اللي يدخل يكون جاهز ويعرف راسو راه يتحمل المسؤوليه ديال المنتخب الوطني. صحيح هشام، حتى المنتخب يقود اطار وطني كبير اسمه حسين عموجه، هذا الرجل الذي كسب تجربه كبيره على المستوى القاري، الرجل الذي توج رفقه الوداد الرياضي سنه 2017 بكاس او دوري ابطال افريقيا، اهل الوداد الى كاس السوبر، ذهب مع الوداد الرياضي الى منافسات كاس العالم الانديه التي اقيمت انذاك بالامارات، رجل اللي اكيد عنده تجربات كذلك على المستوى الاسيوي، رفقه السد القطري. واش نقدروا ان نقولوا ان حسين عموجه غير مسموح ليه بانه ما يجيبش اللقب؟ كنعرفوا ان المنتخب المحلي في الهدف منه هو انك اش غادي يقول لهم نقول لكم لاعبين، المنتخب ماشي فريق، وانما كاين شان كيتلعب مره في كل سنتين، فانت مطالب انك تدي هذه اللقبات. اكيد عندك منافسه واحده اللي كتنافس عليها هي الشان. اكيد اكيد، يعني عموته من الناس اللي بكل صراحه مدربين كبار، مدربين اي واحد اي فريق يدربوا في البطوله الوطنيه، او شفناه يعني في دول الخليج يعني تالق مع فريق يعني في المستوى، فريق كبير، ودرب يعني لعبه اللي لعبوا يعني لعبه كبار يعني، وكانوا رفقه عموته داكشي اللي دا، وداكشي اللي عنده ما غاديش نحيدوه ليه، يعني تيبقى دائما من المدربين اللي في المغاربه عندهم تاريخ، عندهم كاريزما ديال التدريب. ودليل على هادشي ها هو دابا في المنتخب الوطني. نرجع للموضوع ديال مسموحش ليه، يعني هادشي حنا ما خصناش نلوحوا كل شيء على المدرب، حنا المدرب دار الاختيارات ديالو مع الناخب الوطني والستاف ديالو، يعني هنا خصنا دائما ندوي شويه على اللعابه اللي غيوضع فيهم واحد الثقه وداهم معاه. يعني هنا خصو يكونوا لعبة في المستوى، يكونوا لعبة تكون عندهم شخصية، ويعني أي فريق يخصهم يواجهوا ما خصهمش يشوفوا فيه، يعني خص ضروري الربح، وما تكونش الزربة، وما تكونش التسرع قدام البوطو، واحتفاظا كما دائما تنقول يحاولوا ما يديروا ضغط على الخصم باش ما يتشجعش عليهم شي هدف، باش يلقاو الخطه ديال المدرب، يلقاو وسط الملعب، يلقاو بزاف الحوايج وسط الملعب. هنا باش نرجعوا للموضوع ديالنا، المدرب دائما تيبقى الحاله الخاصه، او كما تنقولوا في القائمه، خصو يكون يعني حاضي الكبيره والصغيره، ويكونوا اختيارات ديالو في محلها، وكون على يقين الفوز دائما غادي يكون ديال المنتخب الوطني. صحيح، علاش التركيبه البشريه اللي وجه لها الدعوه عموته؟ فهذا كيبان ان المدرب عازم على انه يدي اللقب. سينو راه قسى مجموعه من اللاعبين الشباب، ماشي قساهم، انما ما وجهش لهم الدعوه. كنعرفوا ان الهدف
بعد المنتخبات القاريه من هذه المسابقه هو اعطاء الفرصه للاعبين الشباب وتخليهم يكسبوا تجربه في المسابقات القاريه. فاذا شتي عموته راه وجه الدواء للاعبين عندهم 30 عام 33 عام 32 عام، يعني هو دير قدامه اللقب، يعني خصو يدير اللقب هشام. وشوف هو قدام مثلا اللاعبين الشباب واللاعبين ديال الاتحاد البيضاوي مثلا اللي شحال من واحد قال انهم يستحقوا يكونوا في 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 في, في الشان ولا في المنتخب، ما داش اللاعبين ديال الدوزيام ديفيزيون. شفنا مجموعه من الانديه اللي تالقات بشكل كبير في منافسات كاس العرش وقسات انديه من القسم الوطني الاول، فهو الدغل اللاعبين ديال الانديه ديال القسم الوطني الاول، ماشي اي انديه، الفتح، الجيش، الوداد، الرجاء، بركان. طبيعة الحال لاحظنا وطنجة دابا نقول لحقاش الله، طبيعة الحال لاحظنا هاد الأسماء هادو اللي ذكرتي دابا وهاد الفرق المغربية ديالنا فيها لعابة اللي عندهم تجربة، عندهم تجربة في يعني في شان ولا في يعني كما تنقولوا في لافريك، يعني عندهم خبرة. هنا فين قال الناخب الوطني ناخذ الدراري ديال الخبرة. تنتمنى أنايا من هنا واحد اربع سنين ولا خمس سنين نشوف اللعابه ديال المنتخب الوطني تكون واحد التركيبه بشريه 22 20 عام 23 عام، يعني ومن مختلف الانديه مختفل كما قلنا جميع الانديه، جميع الانديه يبدا ياخذ منها حتى من دوزيام ديفيزيون. الاتحاد البيضاوي كنت نتمنى يدي شي لاعب صحيح، انهم يعني تقلقوا يعني في لاكوب، وشفنا يعني شفنا فريق يعني متكامل وفريق في المستوى، ولكن دائما حنا غادي نرجعوا الخبره والتجربه. يعني هو حاط قدامه يعني ماشي غادي يمشي يجرب غادي يجرب لعاب في المنتخب، هو على اساس عموته غادي يدخل لعاب اللي جاهز وفي المستوى باش يربح هذا اللقب هذا. صحيح، نمشيو شويه هشام وتفاعلوا مع بعض المعلقين ديالنا عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذا يونس حتاكيت او حتاكيت يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم يونس من وزن. مرحبا خويا وزن يونس، ومرحبا الناس ديال وزن الاصدقاء ديالنا المدينه وزن الجميله. هذه خاتمه بكاوي كتقول بقاوي كتقول اسعد الله صباحكم يا عنصر نسوي. حاضر معنا هشام كما قلت في المورنينغ الرياضي. صباح الخير. صباح الخير اختي خاتيمه، وصباح النور لكل النساء المغربيات في مختلف بقاع العالم. هذا محمد بعلة تقول صباح الخير والورد والياسمين والرزق والصحه والعافيه ان شاء الله، راكم في المستوى الكبير. شكرا. قول هشام فين ما شفتو كنفكر في اللاعب الليبي راه هو عارف الله يسمح لهم بجوج. شكرا شكرا. اكيد تحضر معنا الهدف اللي سجل هشام الويسي. جبد ذكرى زوينه. اكيد انت هشام باش نفتح القوا شويه ونسدوا فتحت انك انت ساهمتي في هذا الهدف، انك ربما التبريره اللي كانت لهشام الويسي. هشام الويسي اسكن الكره في الشباك واهدى الوداد الرياضي. هذا رجاء وهذا راه داير لوغو ديال الرجاء. اهدى الوداد الرياضي. تحياتي لك تحياتي. لقب البطوله الاحترافيه انذاك في الدقيقة الأخيرة من كان عمر كان كان أخويا بحوته كان ماتش رائع، ماتش ما غاديش يتنسى لا لجماهير الوداد لا لجماهير الرجاء. كانت ماركة علينا بيت، و يعني الدقيقة 90 بقى شي 3 دقائق ولا 2 دقائق يمكن، يعني نهاية المباراة غادا تسالي 96 غادا تسالي نهاية المباراة يعني صافي. 96 ما بقاش لا 2 دقائق ولا دقيقة ولا 96 ماشي بحال بحال. المهم تبارك البيت التعادل، تمكن به التعادل في ديك اللحظه اللي ما حتى الجماهير الوداديه ربما ما كان ما متيقنينش، ويعني وداروا بين عينيهم يعني احنا غادي نخسروا مع الرجاء البيضاوي، خاصنا نقطه باش نديو اللقب، وكانوا باقي لينا ثلاثه المقابلات وخاصنا نقطه باش نديو اللقب. ولكن ملي يكون ماتش ديربي ويعني لاحظنا جمهور الرجاء وجمهور الوداد تيحج مركب محمد الخامس يعني وتيشجعوا حتى واحد ما مخليه من حق ديالو، تيجي داك الظرفيه ديال داك البيت وداك الوقت رائع رائع بزاف. لحد الان باقي هذا البيت باقي تيدور لي في الذهن ديالي، يعني مباراه كبيره. فريق الرجاء البيضاوي كان هذاك الوقت كان فريق قوي، عنده لعبة يعني جاهزين، كانوا بكل صراحة فريق قوي، وما نساوش نادي الوداد الرياضي بالثقل ديالو على فريق الرجاء البيضاوي اللي خلى ذاك الهدف اللي تماركا والضغط على الديفونسور. وكما قلت ذكريات زوينة غتبقى
في الذهن ديال الرجاء البيضاوي ونادي الوداد الرياضي بداك الهدف. صحيح هشام، بالعوده مره اخرى للموضوع ديالنا هو المنتخب الوطني المغربي، وغادي نتحدث اكيد في الفقره الثانيه على فريق اتحاد طنجه والازمه الماليه اللي كمر منها. فالمنتخب الوطني المغربي هشام اكيد ان الاعين غادا تسلط عليه يوم غد الاثنين في اللقاء الاول امام الطوغو. قراءتك التقنيه لهشام لهذا اللقاء؟ اول حاجه القراءه ديالي التقنيه هو بالتوفيق للمنتخب الوطني، وتكون اختيارات ديال الناخب الوطني تكون اختيارات ما يغلطش فيها، يعني كيف ما غلطش يعني في المجموعه باش دا كانوا بعض اللعابه اللي كانوا يكونوا لكن يقدروا يمشيوا يقدروا ما يلعبوش. المدرب يعني مسطر واحد الخطه في الدماغ ديالهم، مسطر واحد اللاعبين اللي غادي يكونوا معاه، اللاعبين اللي غادي يلعبوا من الاول تيتولير حاطهم في دماغه يكون على يقين، ربما ما غاديش يكون الغلط. ما علينا، نكونوا بقلب ديالنا لهذا المنتخب هذا ونقولوا ليه بالتوفيق. بطبيعه الحال المنتخب ديالنا بزمنا نقولوا خصو يربح، خصنا ندعوا معاه للجماهير كامله المغربيه ولا خارج المغرب على اساس المنتخب خصو يفوز ان شاء الله. صحيح هشام، اكيد نتمنى كل التوفيق كما تتمناه كل الجماهير المغربيه للمنتخب الوطني المغربي والعناصر الوطنيه في اول لقاء امام الطوغو يوم اثنين او يوم غد الاثنين بدايه من الساعه الخامسه حسب التوقيت المعمول به بالمملكه. ما يروج هشام حول المجموعه الوطنيه؟ ربما قلق كبير لدى مجموعه من الجماهير المغربيه لبعض الاسماء التي تمت المناداه عليها والتي ربما لا زالت مصابه. الحديث هنا على عبد الاله الحفيدي الذي ذهب رفقة المنتخب الوطني المغربي مصابا. كنعرف ان عبد الاله الحفيدي هشام غاب المجموعه من المباراه الاخيره للرجاء الرياضي، شانه شان سفيان الرحيمي الذي كان قد تعرض لاصابه من فريق تونغيتا السنغالي في دور المؤهل لدور المجموعات. الاصابه عودته مره اخرى في اللقاء الاخير الذي خاضه الرجاء امام الاسماعيلي المصري. ادم النفاتي كذلك مصاب، مدير قناص عميد فريق الدفاع الحسني الجديد الذي كان قد اصيب في المباراه الوديه التي خاضها المنتخب الوطني المغربي مؤخرا. اربعه عناصر مصابه تتواجد رفقه المنتخب الوطني المغربي. ودابا اوروزمو 35 دا الناخب الوطني، يعني تصور ديال المنتخب، تصور ديال المدرب يقدر يتصاب لي لاعب جوج. حنا دابا تنشوفوا ما عندوش حق دابا يزيد تلعب، ما عندوش حق يزيد تلعب. راه 30 دابا راه 30 اللي خصو يعرف الجمهور الكريم، راه 30 لاعب مشات الكاف، راه فيها حفيظي فيها حفيظي وفيها الرحيمي وفيها النفاتي وفيها قرناص، خمسه اللاعبين راه من هنا عارفين ما اللاعبين من هنا من المغرب قبل ما يسافروا عارفوا راسهم غاديين غيمشيو غير يستانسوا بالاجواء. يعني ما بقاش دابا فرصه كما قلتي انه اللي تصاب يلعب والحفيظي مازال ما واجدش ولا الرحيمي هو ما واجدش، ما عندوش كيفاش يشونجي. انا متفق معك، يعني لا ليس مشات الكاف، مشات لاكاف، يعني ما كاينش واحد التغيير، ما كاينش غيبدل اللاعب ولا يبدل جوج. يعني كما قلت المنتخب الوطني مشى ب 35 لاعب ولا 33 لاعب، تصابوا لي خمسه، ولكن ما نساوش هاد الاسماء اللي ذكرنا كاملين انا وياك، اسماء وازنه ومحتاجه للمنتخب الوطني بكل صراحه. بالنسبه للحفيدي، الحفيدي هو كان ديجا تصاب مع الرجاء البيضاوي وكان يعني سيدي الترويض ديالو. كان سبق لنا وتكلمنا انا وخويا عثمان، كان تواصل مع المدرب ديال الرجاء البيضاوي فوالا، قال له فوالا بالنسبه للحفيدي ربما ما يقدرش يلعب مع فريق الرجاء البيضاوي، خاصو واحد تقريبا الاسبوع ولا اقل. كان ديك الساعه جات المباراه ديال الرجاء، الاصابه ديال الحفيدي جا مع المنتخب، غيمشي مع المنتخب. كان التواصل ديالو المدرب ديال الرجاء مع ديال المنتخب الناخب الوطني حفاظا على اللاعب، الارتصامات ديالو امتى غادي يلعب امتى ما غاديش يلعب، الماتش الميكان يمكن ما لعبش، هو محتاجين ليه المنتخب الوطني. يعني المدرب منين دا حفيدي ولا دا اكس عارفو امتى غادي يكون يقدر يلعب في المباراه ولا ما غاديش يلعب المباراه. كون كان نيت الرجاء ولا هاد الاسماء كاملين اللي ذكرنا فراقي ديالهم مثلا مشاو كونسونتراسيون، ما غاديش يخليهم، غادي يديهم باش يقابلوهم، ربما يكونوا تقرب للمدرب وقرب للستاف كامل ديال الستاف الطبي، يعني باش يكون يراقبوا لهم حتى الاصابه ديالهم، ونتمنوا لهم الشفاء العاجل لهاد اللعابه كاملين
حيت محتاجين للمنتخب الوطني. صحيح هشام، قضيه المناداه على خمسه حراس مرمى اثارت كذلك جدل النواس، يعني هنا في المغرب الحديث هنا على المناداه على كل من محمد امسيف، انس زنيتي، هشام المجهد، ايوب الكرد، ثم زهير العروبي، خمسه حراس مرمى في منافسه ما نقولوش صراحه احنا نتمنى الفوز للمنتخب الوطني في هذا اللقب، لكن منافسه كتبقى ذات الطابع غير معترف به من طرف الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. خمسه حراس في كومبيتيسيون بحال هذه مزيانه اثرت زوبعه. انا بالنسبه لي عجبتني خمسه الحراس، خصوني علاش الا كنت انا تمايا في المنتخب نقدر نمشي عند الناخب الوطني ونقول له الله يخليك لك، كان شي يقول ما عندك ما دير به اللهم يحبس ليا. لا هي ضحكوا شويه، هي خمسه الحراس بالنسبه لهاد الحراس اللي مشاو حراس كبار داروا واحد البصمه في الفروق ديالهم. لاحظنا حتى التشكيله ما خصهاش تمشي 35، ما خصهاش تمشي، مع العلم قال غنحتفظ على هذا المنتخب كامل والتركيبه البشريه كامل من الحراس من اللعبه. تيبان ليا زعما داك الشيء رائع. صحيح انا عجبني الحال بزاف. خلى 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 الجروب خلى الجروب احتفاظ على التركيبه البشريه. صحيح يعني والله العظيم بالله انا عجبني الحال. صحيح انا كنت عليك اكيد انا بعد الاخوان اللي ربما كيفهموا اللي متبعين شويه الكره هنا في المغرب انتقدوا هذه المساله، ولكن كتبقى اختيارات تقنيه لا تناقش للاطار الوطني. حسين عموشي اكيد غيتحمل المسؤوليه ديالو، تكون درت ست الحراس مرمى ولا سبعه راه هو اللي هو عنده. زوين هو ان العموشه ما كيتحكم فيه حتى شي واحد من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. بغى شي سيدي خمسه الكول يدي خمسه الكول، كون بغى سبعه يدي سبعه. لا انا بانت لي هاد التشكيله هذه يعني مع هاد الوباء هذا قال اللهم ندي هاد الكميه يعني ديال اللاعبين 35 لاعب، بانت لي انا ماشي صعيبه وعاديه بالنسبه لي انا عاديه. وكما قلت غادي يخلي حتى الجروب مجموع ما يفرتكش، يعني الجروب يحيد خمسه ولا كاينين خمسه دكوال غادي يحيد ثلاثه، كاينين لعابه غادي يحيد ثلاثه اخرين. قال اللهم نخلي التركيبه البشريه بحال هكا وغادي نديهم ونتمناو لهم التوفيق. وانا ما يمكنش يعني غادي نختلف مع الجماهير ديال الوطنيه على اساس غيكون واحد اختلاف واش دا خمسه. احنا ما واقفينش ولكن على هاد المجموعه كامله مشات وخصنا نقصوا باش عاد نبداو ندوب. بالعكس هذا المنتخب ديالنا، وكما قلت بزمنا خصنا نكونوا بالقلب ديالنا مع المنتخب الوطني بالفوز ان شاء الله. صحيح اكيد احنا نتمنى كل التوفيق هشام للمنتخب الوطني المغربي في المنافسات القاريه. اكيد هشام ان المنتخب الوطني المغربي بمجموعه قويه نتمنوا انهم يحققوا اللقب اللي توجوا به وفقا جمال السلامي المدرب الحالي لفريق الرجاء الرياضي. هذا نمشيو شويه نتفاعلوا مع بعض المعلقين. هشام ذهب الملك الادريسي تقول سوج وعافاك للراي ديالو في اللاعب رضا الجهدي. رضا الجهدي هو عرفتي هشام كيلعب فريق الفتح الرباطي والاخ ديال نبيل الجهدي اللي كيف مولوديه وجده واللي كان غيمشي بعيد ديك اللعب كان ديك العام بن ملال لعب جميع الفئات العمريه ديال المنتخب الوطني المغربي لعب في الدوري الايطالي ولكن ما مشاش بعيد. كاين خوه دابا خوه غادي مقلع تبارك الله صنعبي سنسولك الراي ديالو فيه. رضا انا تبعته بعض المقابلات يعني على قرب وكان تيعجبني باللي دريبل ديالو بالتكتيك ديالو، يعني عنده الحمد لله عنده اهداف عنده يعني مستقبل قدامه. تيبان لي وسط المجموعه تيبان لي عنده كاريزما عنده شخصيه، نتمنى ليه التوفيق ان شاء الله. صحيح هشام من كنت انت واش كان المنتخب المحلي؟ كان المحلي ديال رديف. كان رديف هو هذا النيس هو هذا المحلي. كان المنتخب رديف دابا سماه محلي. اكيد كيفاش كنتي كتستعدوا مثلا المشهد الكومبيتيسيون هشام؟ عفوا اول شيء كنا تمشيو اسبوعين ولا اسبوع للمدينه المعموره تتكون كونسونطراسيون يعني، ومن بعد تيكون واحد الاجال ديال المباراه. كان ديك الوقت 2004 2005 كنا دا عليا النيت بدو الزكي، كنا مشينا للسعوديه الدوري الاسلامي
ودوزنا يعني مباراة كبار كبار اكيد مع المنتخبات الإسلامي، اكيد هو دوري مهم في السعودية مع المنتخبات ديال مابقاش الدار هذاك مابقاش الدار مابقاش الدار، كان منتخبات كاملين ديال العالم وكان زوين هشام، كانت فيه المتعة كانت فيه المتعة والحمد لله كنا احنا توفقنا يعني بواحد جوج عمرات يعني درنا في السعودية درنا الحمد لله بعدا كاين درنا عمرة هادي تحسب لينا وتحسب للناس اللي خصنا نقول الحاج جويا لا لا مازال محسين درت العمره دابا كتمنوا لك سي هشام كل التوفيق وليت عارف منين ندخل منين نخرج ما تخافش صافي دابا عرفتي تريحت شهر في السعوديه راه ماشي سهله هشام هذا عبد الله او عبد الاله فتاح تيقول بالعكس ماشي عاديه ربما رد عليك القضيه ديال خمسه الحراس قال بالعكس هذه ماشي عاديه سياسه ترديد الخواطر ما خاصهاش تكون وهادشي كيدل على ان عموته ما عندوش الثقه في التركيبه الرسميه لا احنا اللي دخلنا دابا في هاد المسائل ديال ما عندوش الثقه وترديد الخواطر كل مواردي الخواطر راه كاينين لعابه اللي لعابه مزيانين في البطوله الوطنيه وكما سبق لي تكلمت قلت كو كان يعني ما عيطش ليهم قبل الماتش ديال الرجاء وديال الوداد اللي شفناهم تالقوا يعني واحد جوج ماتشات يعني كان يدي واحد جوج لعاب ولا اربعه يقدر يحيد واحد ثلاثه ولا جوج من لاليس نتمنوا ما نبقوش نحكروا هذا المنتخب ديالنا وكما دائما تقولوا بزمنا وكرهنا شوف شوف هشام احنا المنتخب الوطني المغربي راه اكيد حتى سولت اي مغربي كيفهم شويه في الكره غادي يقول بغينا يدي اللقاش ولكن الشباب اللي كينتقدوا راه كينتقدوا غير ما عجبهم شي حاجه ولكن راه غدا تلقاهم كلشي وراء شاشه التلفاز كلشي كيساند المنتخب انا معقول غير انتقادات من مراش ما هو هو غنخسر ما فهمش خسر الهضره ما فهمش تاع الهضره الناس كتفهم فيهم الكره الجميع في الامر والجمهور المغربي هشام انت راك لعبتي الكره وكنتي كتلعب انا ديما تنقول اخويا الناس كتفهم في الكره ديما تنقول لك اخويا بوحوته انا حكم التجربه ديالي وعندي اسرار ديالي لما الرجاء لما الوداد بركان وجده يعني جميع المغاربه تنعرفهم تيفهموا في الكره يعني هذا الشيء اللي قال الاخ ما ناخذوش حنا سلبيات ناخذهم ايجابيات حقاش هذا المنتخب ديالنا نتمنوا ليه الخير ومن بعد كانت شي حاجه الله يحفظه الله يسلم ممكن ناقشوا هذا الموضوع يقدر هو النيت تقدر انت سي بوحوته بالخبره ديالك والتجربه ديالك تقدر تكون عندك معاه واحد التواصل ايه معك تواصل وتقدر هو يفسر لنا علاش دا هاد خمسه لعابه وعلاش دا هاد يعني 35 ولا 33 ديال اللعابه ودائما تنقول احنا وراء المنتخب ديالنا ونتمنوا له التوفيق. صح كل التوفيق هشام للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كاس امم افريقيا للاعبين المحليين هذا محمد علي مرزاق يقول تحيه لك خويا بوحوته ولضيف الكريم هشام جوعاء هو ماشي ضيف دابا اصبح ابن الدار تحياتي لك خويا وتحياتنا للمخرج البرنامج السي اسامه هذا كيسلم لك محمد علي مرزاق اكيد ان اسامه زين الدين توا كسب معنا واحد ولا مشهور دار الاسم ديالو ولا مشهور اسامه سواء في مورنينغ رياضي او كذلك لا اسامه الانسان الخلوق لا انسان خلوق انسان طيب وواحد المدينه سمعت لي يسكن فيها مدينه صحيح مدينه الخنيفره العزيزه على قلوب كل المغاربه مدينه منطقه جبليه تعج بالمواهب الكرويه اكيد ان غنزورها ان شاء الله مدينه خنيفره غنمشيو ليها هي مدينه زوينه وعندها واحد الفريق اللي هو فريق رائع فريق شباب اطلس خنيفره اللي شفناه في مجموعه من المناسبات واللي للاسف او كان جوج ديال الفرائد تماك اللي مزيانين دفاع حمريه خنيفره اللي تقصى امام فريق المغرب الفاسي ثم كذلك شباب اطلس خنيفره الفريق اللي كان هشام كينافس منافسات القسم الوطني الاول وللاسف غادر الى القسم الوطني الثاني كنتمنوا العوده لهذا الفريق العريق مدينه كبيره مدينه عريقه مدينه كما قلنا فيها المجموعه من الطاقات الشابه مجموعه من المواهب نتمنوا انها ترجع في اقرب حال تفضل يا هشام نتمنوا لي التوفيق بغيت نسولك سؤال واش مشيتي للمدينه ولا مشيتيش اكيد مشيت ليها لا قول لي واش مشيتي مدينه رائعه ناسها كرماء تهلاو فيها تهلينا فيهم كذلك هذا عطيتك جواب انت يا جاوبتي نفس الجواب وجاوبتي بزاف الجوابات على المدينه هذه مدينه رائعه بزاف وصراحه نتمنى ان شاء الله تقاد الامور تسخن الوقت تسخن شويه الشميشه تخرج وحنا
صح. نمشيو نشويو نتفاعلوا مره اخرى مع المعلقين ديالنا. هشام هذا عبد الاله فتاح يقول مشكور اخ جويا على الرد الجميل ديالك، تحياتي. تحياتي لك خويا، تحياتي لك ولينا الشرف. وهذا هو الحاجه اللي انت درا متعقد جاوبتي قال لك لا لك مشكور اخ جويا، بس هذا نجمو اكيد بقى معنا المخرج ديالنا باش انا نعطينا فاصل معنا دابا شويه. تفضل. هذا سميتو عبد الاله فتاح. خويا عبد الاله فتاح هذا هو يعني هذا الشيء اللي خصنا نديرو، هذا الشيء اللي خصو يكون ضروري، التواصل بيننا وبين الجمهور، جماهير بطبيعه الحال واللي تيتبعونا بالاخص اللي تيتبعونا هما الحلقه اللي تنقولوا هي الاولى. لي كومونتير ديالهم ضروري خصنا نشوفوهم، التواصل معنا ومعهم هادشي اللي بغينا، وهذا هو الهدف ديالنا. صحيح هشام. اذا غد الاثنين كما قلنا اول لقاء غد الاثنين هشام اول لقاء غادي ياخذ المنتخب الوطني بكري تعرفوا الاثنين لحد لسنت اول لقاء غادي ياخذ المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب الطوغولي، مباراه الافتتاح اكيد كما تقول واحد مثال مغربي معروف الماتش الاول اللي نعود. اكيد شوف خصك تعرف واحد المساله، يعني منين تدخل المعسكر تترسم يعني واحد التصور قدامك، تيكون واحد الهدف ديال المباراه الاولى. يعني المباراه الاولى هي بيت يعني كيفاش نقول بيت القصيد، بيت القصيد. يعني الفوز خصو يجي بواحد الطريقه عقلانيه، الفوز خصو يجي بالطريقه ديال العمل ديال 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 الخدمه ديال المدرب. يعني ما دائما تنقول ما خصوش يكون تسرع، ما خصوش يكون بزاف العوامل وسط الملعب، ما يكونش الدراري ما يتنيرفاوش، بطبيعه الحال غيوصلوا البوطو غادي يزقلوا، لكن هنا خصها تكون الكونسونتراسيون قدام بوطو. حتى الدراري ديال الميليو تيرا خصو يعرفوا الوقت اللي يخرجوا الكره، هادشي معروف على الناخب الوطني. يعني كيفاش غادي يدوز، كيفاش غادي يضغط على الخصم، كيفاش غيخلي ما يخليش يعني الخصم ديالو ما يديرش عليه واحد الضغط، يعني ما يديرش عليه واحد البريسينغ. يعني الطريقه دائما تتبقى ديال المدرب، ونتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني. صحيح، كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي مره اخرى مشاهدينا الكرام، الذي سيخوض اول لقاء له يوم غد الاثنين بدايه من الساعه الخامسه مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكه امام المنتخب الطوغولي. مباراه كما قلنا هي مباراه افتتاحيه للمنتخب الوطني المغربي، غادي يقص من خلال شريط المشاركه ديالو في هذه المنافسه. نعطيك كلمه قبل من ما تزوج حاجه. لا على الطوغولي ماشي ماتش، هذا ماشي ماتش سهل، ماتش صعيب، حكم يعني الرطوبه، حكم الجو ديالو، الجو سخون. يعني كما قلتي عارفين يعني البلاد وعارفين الجو وعارفين حتى المنتخب الوطني. يعني غيكون واحد الماتش، غيكون ماتش كبير بزاف، وغتكون فيه الكره. صحيح. المباراه الثانيه مبرمجه، غير باش نذكروا المشاهدين الكرام ببرمجه او برنامج مباريات المنتخب الوطني المحلي في منافسه الشان. فالمنتخب الوطني المغربي ياخد اول لقاء يوم غد 18 يناير الاثنين، اول لقاء امام المنتخب الطوغولي كما قلنا بدايه من الساعه الخامسه مساء. المباراه الثانيه مبرمجه يوم 22 يناير امام المنتخب رواندا. هذا المنتخب اللي كذلك ما خصناش نستهنوا حتى شي منتخب اخويا هشام، كل المنتخبات عندنا سواسيه، وناخذوا ماتش باغ ماتش بالكره نربحوا الماتش الطوغو، عاد نفكروا في الماتش الثاني ورواندا. ثم المنتخب او المنتخب الوطني المغربي اخر لقاء ليه في الجروب ديالو امام منتخب اوغندا. المباراه غتكون يوم 26 بدايه من الساعه 8 ليلا. ثلاثه المباريات هشام، واش كتشوف ان المنتخب الوطني المغربي قادر انه يترأس هذه المجموعه؟ شوف لاحظنا تكلمنا على المنتخب وارتصامات ديالنا كامله في محلها، يعني كل شيء بين يديهم، يعني ماتش كما قلتي غادي كل ماتش وخطة ديالو، كل ماتش واللعابه ديالو. خص يكون التركيز، خص تكون السرعه، خص تكون القوه يعني ذهنيا وبدنيا. يعني هنا خصنا نعرفوا اللعابه راه تيتعاملوا مع فروق احترافيه وفروق يعني في المستوى ماشي ضعاف كما قلنا، ونعاودوا نقولوا تيبقى دائما الاختيارات ديال المدرب وماتش، ونتمنوا دائما الخير للمنتخب ديالنا. صحيح. نمشيو عند فؤاد تقول واش هشام الا تلقى عرض من برشيد يقدر يلبي الدعوة؟ هذا كيسولك دوك على من المشجعين ديال برشيد. نشد الفريق؟ لا تشد
شد هو شد الفريق الفريق مرحبا مرحبا شد هشام مدينه مرحبا الحمد لله دابا حنا عندنا ديبلوم سي وتيخول لينا يعني ناخذ ديبلوم البي كانت لي شونجمون ديال في الجامعه مع ديال لاركيت كان ديك الوقت كانت تحبس تحبس البي يعني حنايا كاينين في لاليس ان شاء الله ناخذوا بعدا كاين البي وناخذوا خبره وناخذوا تجربه مع المدربين اللي تنعرفوا ونبداو بشويه بشويه ولماذا نعاود غادي نخرجوا مثلا على برا نخدموا اللهم نخدموا الاولاد ديالنا ونخدموا الوليدات ديالنا والحمد لله دابا راني في مدرب في نجم الشباب صح. ومرحبا خويا مرحبا كل التوفيق راه غنديروا ماناجير ديالي شوف وكيل الاعمال ديالي كل التوفيق لك هشام في مسارك المهني كمدرب بعد مسيره قضيتها كلاعب وتعلقت مع مجموعه شكرا. من الانديه شكرا. الوطنيه ابرزها الوداد الرياضي الذي توجت معه بمجموعه من الالقاب المحليه والقاريه نتمنى ان تتوج كذلك مدرب هشام ولما لا معانقه مجموعه من الالقاب في مسيرتك التدريبيه نمشيو عند عبد الاله فتاح يقول الفوز في المباراه الاولى مفتاح التاهل يا اخي اكيد 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 شوف فتاح يعني هذا الشيء اللي كنا تكلمنا عليه وفي الحياه كامله يعني انتصار تيكون تيحل لك بزاف البيبان تيحل لك بزاف التصور ديال الخطط ديال المدرب ارتسامات اللي مشاو عليها المنتخب الوطني يعني الربح مهم للمباراه الاولى باش ما يدخلوش باش ما يدخلوش في الحسابات اللي غنبقاو دائما تنحسبوا نتعادلوا نربحوا نتسناو الفريق الاخر شنو غيدير اسيدي المباراه الاولى تربح ولماذا الثانيه حتى هي تربح وتبقى غدا الامور غدا تبقى غدا الامور طيبه هكا صحيح هشام غير باش ندوي شويه الجروبات اللي كاينين مع المنتخب الوطني المغربي فكاين اربعه ديال المجموعات ا بي سي دي او الف ب جيم د الاربعه ديال المجموعات المجموعه الاولى كتضم المنتخب الكاميروني اللي حقق فوز يوم امس على حساب زيمبابوي بواحد لزيرو ثم مالي فاز على بوركينا فاسو بواحد لزيرو كذلك كاين اللي كترأسوا المجموعه الاولى بثلاث نقاط لكل منتخب المجموعه الاولى كتضم كاميرون مالي بوركينا فاسو وزيمبابوي الثانيه كاينه فعليا جمهوريه الكونغو والكونغو الديمقراطيه والنيجر ثم المجموعه الثالثه اللي فيها المنتخب الوطني المغربي مع رواندا اوغندا والطوغو والمجموعه الاخيره كتضم زامبيا غينيا ناميبيا وتنزانيا اذا الى شتا هشام كاينين جوج ديال المنتخبات العربيه فقط اللي هما ليبيا والمغرب بالنسبه ل ربما تونس لا مصر هادو اعتذر ربما يشاركوا في هذا المسابقه كنت نتمنى انايا تونس ومصر عندهم تيكون عندهم منتخب قوي كاين موريتانيا كذلك موريتانيا يعني هنا تنشوفوا هذا يعني القراءه اللي قلتيها بوحوته ديال المنتخبات من طبيعه الحال ديال المنتخبات شفنا هاد المنتخبات قويه شفنا منتخبات عندهم سميات كبار يعني على المنتخبات يعني هاد الاسماء كاملين واعرين بزاف طبيعة الحال غيكونوا عندهم لعابه عندهم خبره عندهم تجربه يعني هنا تتبقى المنافسه دائما وسط الملعب واللي قوي هو اللي غيدير الماتش واللي يركز هو اللي غيدير الماتش ومن طبيعة الحال اللي كما قلت التركيز مهم هو اللي غادي الشامبيون ديال هذا الكاس صحيح هذا اسامه برداش تقول خويا تحدثت على جوج ديال الانديه في خنيفرة اللي هما شباب اطلس خنيفرة ودفاع حمريه ونسيتو الاتحاد الرياضي لاجل موس اكيد ان فريق الاتحاد الرياضي لاجل موس هو فريق كذلك يعد من بين الانديه اللي كاينه في مدينه خنيفرة واللي كتمارس ربما في قسم الهوات نتمنى كل التوفيق الموس هذا الفريق هذا انا ما تنعرفوش يعني على قرب ولكن السيد اللي معنا راح يقرب اسامه ربما بحكم انه المخرج ناقش انا ويا هاد الموضوع هذا على هاد الفريق هذا وربما عندهم شي واحد من يعني قريب ليه ولا من العائله يعني في المكتب المسير ديال ربما هو اللي علق دابا هو ما نعرف يقدر يكون ما يقدرش يكون ولكن فريق تنتمنى ليه التوفيق ولكن اهم حاجه في هاد الشيء كامل هو هذاك الجو ديال المدينه وهاد اللعابه بغينا نشوفوا بعض اللعابه يعني شي اسماء نشوفوا ما هاد المدينه يكونوا يلعبوا في دوزيام ديفيزيون ولا بروميير ديفيزيون باش يكونوا يعطيوا واحد الدفعه اللي يلا جي صحيح كل التوفيق لكل الانديه المغربيه
اللي في قسم الهواة او القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الاول. وتحيه للمخرج ديالنا اسامه اللي كان حاضر من هذه المنطقه منطقه اجلموس اللي قلنا تيقول لك غناخذوا فاصل هشام بعد هذا التعليق ديال العبد الاله ضروري التعليق هما الاولين ما نقصيوش قال لي اللي كومونتير هما الاولين عاد ندوز الفاصل هذا عبد الاله تقول تخلي من منتخبات شمال افريقيا كيعطي الامتياز الاكبر للمنتخب للحفاظ على اللقب. تفضل تفضل هشام. ما سمعتش شنو قلتي لي انت فاهم الماضي سمعنا انا اسامه هذا عبد الاله تقول نسخة التخلي على او مجموعة من المنتخبات من شمال افريقيا كيعطي الامتياز الاكبر للمنتخب للحفاظ على اللقب، يعني ربما عدم مشاركة مصر وتونس ومجموعة من المنتخبات ديال شمال افريقيا كيعطي حدود اوفر للمنتخب الوطني المغربي باش يتفرج. نعم بطبيعة الحال كنا تكلمنا نيت على هذه الفروق، فروق هادو ديال المنتخب مصري ولا منتخبات اللي يعني ما شاركوش منتخبات قوية، وكما قال الصديق يعني هنا كاينه فرصة خلاوها المنتخب الوطني، يعني هاد الفروق هادو من الناس من الفروق من المنتخبات تينافسوا المنتخب الوطني، يعني نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني وكل شيء بين يديهم، نحاولوا يكون شويه ديال التركيز، يكون شويه ديال المعقول، يكون تكون الخدمه يعني بجديه وراه كل شيء بين يديهم. صحيح، يعني بالموس وجد لنا اسامه الاغنيه الرائعه ديال الفنان الرائع نعمان الحلو، فهي ضروري مجموعه من المعلقين كي ربما عزيز عليهم نعمان الحلو دائما ما كي نشطوا مع الاغنيه الرائعه كنعرفوا نعمان الحلو اكيد كيغني على الوطن يحب الوطن. حنا في الحديث ديالنا المنتخب الوطني المغربي فهذا اذا نعمان الحلو لاغنيه نعمان الحلو للمنتخب الوطني المغربي والعناصر الوطنيه، في انتظار دائما اسامه انه يعني يوجد لنا هذه الاغنيه الرائعه لنعمان الحلو، فاكيد غادي نستمتعوا بها. ومع المشاهدين الكرام شكرا لك اسامه، تقول اكد انه بعد ثواني قليله غتكون الاغنيه واجده للمشاهدين الكرام. هشام يعني غدا كما قلنا مباراه مهمه للمنتخب الوطني المغربي امام المنتخب الطوغولي، نتمنى كل التوفيق لهذا المنتخب. ربما مجموعه من المعلقين يوم امس او منذ اعلان اللائحه تتساءل حول غياب المستمر لحارس كبير ديال الوداد الرياضي رضا التكناوجي على المنتخب الوطني المغربي، ربما لا زال المشكل قائم مع عموته. اذا مره اخرى الحارس التكناوجي يغيب على المنتخب. ما عرفتيش نشوف السبب، شحال هذا يكون المشكل ما بين عموته وزنيتي؟ مش غادي نقول لك انا السبب ما عرفتوش رسميا، علاش شنو السبب علاش ما تيعيطش لي، هذه من جهه. ثاني حاجه هو خصو يكون مع المنتخب، يعني قول يعني ماشي سهل، قول يعني في حجم تكناوتي وتيلعب في فريق نادي الوداد الرياضي بالحجم ديالها بالتاريخ ديالها بالجماهير ديالها مفروض عليه يعني يعيط لي. ولكن انا بالنسبه لي انا هذا رايي الخاص، ولكن بالنسبه للناخب الوطني هو تيعرف المسؤوليه اللي عليه وتيعرف اللاعبين اللي غادي يكونوا في المنتخب، هو اللي تيتحمل المسؤوليه ديال هذا اللاعب. حنا ما عارفينش التفاصيل بينه وبين بين بين المدرب ولا بين المنتخب، هو مفروض عليه يكون في المنتخب ومفروض على المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال الاختيارات ديال المنتخب الوطني، حقاش هو المدرب هو الناخب الوطني هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال الكبيره والصغيره. حنا دابا نتمنوا الخير للمنتخب الوطني، نتمنوا ليه يفوز بهذا اللقب. المنتخب يعني دائما تيبقى المنتخب، وكما قلت تيبقى دائما اختيارات ديال المدرب. اذا مشاهدينا الكرام نقطه فاصل ثم بعدها سنواصل. Yeah!
إذن عدنا مجددا مشاهدينا الكرام. هشام اكيد نتحدث في الفقره الاولى او تحدثنا في الفقره الاولى على المنتخب الوطني المغربي في منافسات كاس امم افريقيا. الشق الثاني من البرنامج سنتحدث من خلاله على الازمه الماليه التي يمر منها للاسف فريق اتحاد طنجه، الفريق العريق الذي يقبع او للاسف ماشي كيقبع في سبور الترتيب وانما يحقق نتائج ايجابيه على مستوى البطوله الاحترافيه وكذلك من اصل 6 مباريات تربح في 5 وخسر ماتش واحد باحتساب مباراه ديال كاس العرش اللي ربح من خلال مولوديه وجده ب 3-0 وتاهل للدور المقبل. اتحاد طنجه للاسف موارد ماليه منعدمه بعد ما مشاو لي سبونسور فالفريق تخبطوا في عده مشاكل ماليه. هما كاينين جوج العوامل او جوج المشاكل اللي غادي تكون في فريق طنجه في البدايه ديال طنجه. الموسم ديال البطوله الوطنيه الاحترافيه شفنا طنجه من اروع الانديه اللي شفنا. اول شيء شفنا الفوز يعني اللي توفق على بعض الفروق، شفنا الاداء بقياده المدرب والمساعد ديالو، شفنا الكاريزما ديال المدربين، شفنا واحد التلاحم ديال الفرق ديال الفريق. يعني مع الاسف تنكتشفوا تلقاو يعني المشاكل ديال الفريق تتخبط فيها كما قلتي وسبقتي تكلمتي على اساس مشاو لي سبونسور. هنا تيكون الشك يعني ديال لي سبونسور ومعامن شكون الثقه اللي غادي تكون مع لي سبونسور، شكون اللي غادي يكون غادي ياخذ هاد المسائل، يعني كيفاش غادي يتكلف المكتب، كيفاش غادي يتكلف الفريق. هشام كيف يعقل لفريق مثل اتحاد طنجه يتواجد بمدينه كبيره، مدينه جميله هناك بطنجه عروس الشمال، للاسف يتخبط في مشاكل ماليه كبيره، الفريق الذي كما قلنا يحقق نتائج ايجابيه على مستوى البطوله الاحترافيه، الفريق مع عوده تدريس المرابط عاد التوهج، عاد فريق قوي، كلما عاد المرابط الذي توج مع الفريق سنه 2018 بلقب الدوري الاحترافي الاول في التاريخ ديالو. الان اتحاد طنجه يمر من ازمه ماشي نتائج انما ازمه ماليه، كنعرفوا ان الموارد الماليه اصبحت عنصر مهما في الزمن الحالي. واش كتعتقد هشام ان الفريق يقدر يستمر رغم هذه الازمه الماليه؟ لا شوف بحوته راه تكلمنا وسبق لينا تكلمنا على هذه المسائل. ما يمكنش لاعب الا صبر معاك يقدر يصبر معاك جوج ماتشات ثلاثه الماتشات، مع العلم فريق طنجه خمسه الماتشات هو تيلعب بدون صالير بدون بريم سيناتور، مع العلم بعض اللعبة يمكن تنقول يعني اللي توصلوا بشي حاجه والعلم لله. يعني هنا خصنا نعرفوا الفريق كامل، خصو المنح ديالو لي صالير ديالو، المكتب المسير، يعني الناس المسؤولين على اساس شنو دايرين معاهم في العقد ديال امتى غيتوصلوا بالفلوس. هنا هاد النتائج انا بالنسبه لي انا ورايي الخاص تحسب يعني الفريق اول حاجه يعني اللعبه، وثاني حاجه يعني المدرب، يعني العنصر الاساسي هو دريس المرابط ومن معه يعني المساعد ديالو عبد الصمد رفيق. يعني هنا هما اللي كان بالخبره ديالهم والتجربه ديالهم اللي خلات الفريق يربح تقريبا 4 ماتشات ويمكن يهزم في ماتش واحد. هنا تنحسب انايا ويحسب المدرب كما قلت هو اللي خلى الفريق جامعو، ويعني مصح مع اللعبه ولكن ما يقدروش اللعبه يبقاو صابرين على المكسب تقريبا 5 ماتشات ولا 6 ماتشات. مع العلم يعني شفنا انديه تتخبط في مشاكل ماديه وهذا الشيء اللي كاين تخوف وهذا الشيء اللي كنخافوا منه. يعني احنا داخلين بطوله احترافيه
خاص الناس المسؤولين يعرفوا اللي عليهم واللي ما عليهمش. يعني هنا اللعاب راه تياكل بهذاك الصالير، كاين اللي تياكل بلا بريم، كاين اللي عنده عائلات، كاين اللي عنده اسره، كاين اللي كيصرف على والديه، كاين اللي عنده مدرسه، كاين اللي كيصرف على والديه كما قلتي. يعني هنا خاص الناس المسؤولين يحسوا بهاد المسائل هذه، يعني في اقرب وقت خصهم يحلوا هذه المشاكل هذه. صحيح، نمشيو نتفاعلوا شويه ثاني هشام المعلقين ديالنا برصف رسمي لقناه شوف تي في على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هذا محمد يكن تيقول جوال انسى له استرجاع كره هدف تسونامي، سولو ما هو الاحساس ديالو؟ اكيد الاحساس ديالي هذا ثاني معلق يسولك على الشيء. ديجا كنا جبنا الاخ الاولاني، ولكن الاحساس ديالي حد الان انا بحال اللي باقي لاعب بكل صراحه باش نقول لك شنو كاين. فيما تنتذكر انا هذاك الهدف يعني بحال اللي انا راه وسط الملعب، ربما كنت شي احساس، هو احساس رائع ملي تجيب هذيك الكره وتدي لها واحد البريباراسيون لهشام اللويسي اللي يعني تيشير عليها بواحد العسريه اللي بكل صراحه يعني ما قالوا صونامي راه صونامي. يعني احساس ديالي ما تيتصورش على البال وغتبقى دائما في الذهن ديالي، وتنوريها دابا لوليداتي كيفاش رجعت الكره وكيفاش سجل الهدف. حاجه جميله بزاف، وتنشكروا على هاد الفكره وهاد الكومونتير اللي رجع معاك شويه للوراء. زمن جميل هذاك هشام، زمن جميل وماشي بعيده، واحد 30 عام ولا قريبه قريب البارح على قلتي البارح. صح. هذا خالد الشهير تيقول خويا جويا اش بان ليك في بن شريفه بجانب البنزرتي؟ اكيد انا دائما تنسبق ليا وتنتكلم على اولاد الفرقه خصهم يكونوا في الفرق ديالهم، ماشي الوداد، ماشي الرجاء، ماشي خريبكا، ماشي الجيش، ماشي يعني جميع الفرق المغربيه خصهم اولاد الفرقه اللي عندهم كفاءه وعند تعطاهم الفرصه بطبيعه الحال. هادشي اللي ربما اسمح لي شي مقاطعه، هادشي اللي كيتعمل به فريق الرجاء الرياضي في الاطار الوطني جمال السلامي مدرب الفريق ابن الرجاء، المساعدين ديالو الاول والثاني محمد بكاري وهشام ابو شروان اللي بالمناسبه كنبغي نقول الحمد لله لسلامة صحوا بعدا وبكاري رسميا صحوا بجوج على سلامة من فيروس كورونا في انتظار شفاء العاجل للطنطاوي كاتب اداري الفريق على سلامة البكاري وجمال. صح، فالفريق الرجاء الرياضي كيعتمد الابناء ديالو حتى لا المستوى الطاقم التقني لا المستوى اللاعبي. على سلامة البكاري وجمال وطنطاوي يعني الاصدقاء ديالنا يعني واصحابنا بزاف. باش نرجعوا للموضوع ديالنا ديال بن شريفه، بن شريفه ربما غادي يعطي دافع للبنزرتي وغيستافد منه بزاف، وغادي حتى بنزرتي غيستافد من 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 بن شريفه حوجات وابن الدار وعنده التواصل مع العلم. بنزرتي يعني داك الشيء اللي دا الالقاب اللي دا ومدرب عنده خبره تقريبا 42 عام ولا 45 عام ديال التجربه ديال التدريب كما قلت وسبق لي تكلمت. يعني بن شريفه غياخذ من عنده خبره، ياخذ من عنده بزاف العوامل، تبادل الخبرات. يعني الاخر الحمد لله كتجربه عنده كما سبق لي وتكلمت عنده 45 ديال التدريب، عنده القاب في افريقيا يعني سميه كبيره مشهور، هادشي يحسب لبنزرتي. وكما قلت بن شريفه غادي يعاون بنزرتي، وبنزرتي غيستافد من بن شريفه، ولكن الرابح الاكبر هو نادي الوداد الرياضي بحجم ديالو. ملي تنشوف بن شريفه وتنشوف نادي المياغري تنتمنى نشوف واحد ديال اللياقه البدنيه بريباراتور فيزيك، نشوفو تاهو ولد الفريق، نشوفو واحد يكون يخدم مع ليزاتاكو، واحد يخدم مع الميلوتيان، يكون واحد ستاف اللي غادي يكون كبير. وهادشي راه ما غريبش على سعيد الناصيري والاداره، يعني عارفين الكبيره والصغيره، هو شيء يحسب لنادي الوداد الرياضي. صح، بالعوده اكيد ان كاين اطار اخر هو اللي لعب في الوداد واللي جاورتي رفيقه بالصمد باتحاد طنجه، لكن تحدثوا عليه اليوم هذا الفريق اللي كيمر من ازمه ماليه خانقه. نتمنوا ان المكونات تاع المدينه هشام يديروا يد في يد، كنعرفوا ان مجموعه من الوحدات الصناعيه الكبيره والفنادق المصنفه هناك بمدينه طنجه ان تكاتف الجهود يديروا يد في يد من اجل انقاذ الفريق اللي الصراحه والله العظيم راه هذا العام هذا استثنائي. هذا العام اتحاد طنجه مع مرابط راه استثنائي، شفناه بدا واحد البدايه قويه، ربح خمسه الماتشات في البطوله، اربعه ماتشات في البطوله وخسر ماتش واحد وربح في الكاس العرش وتاهل للدور المقبل. فهاد الشركات اللي كاينين في اتحاد طنجه اللي كاينين في طنجه عفوا
وهاد الوحدات الصناعيه وهاد الفنادق المصنفه يديروا واحد المبلغ مالي قليل ويساهموا به الفريق. اكيد شوف خصان خصها يمشيو يدقوا كما تنقولوا يمشيو يدقوا على البيبان، حيت الحجم ديال هاد المدينه وحجم الفريق وحجم الناس اللي ساكنين في المدينه راه بامكانهم يعتقوا الفرقه في يعني في لحظه ياخذوهم. خص اللي غيمشي خصها تكون واحد الثقه ديال هاد الناس اللي غيمشيو عند هاد الشركات وعند هاد يعني الحمد لله شفنا شركات كبار كاينين في مدينه طنجه يقدروا يديروا معاهم لي سبونسور، يقدروا يجيبوا سبونسور على برا يعني سميه ديال طنجه ماشي سميه صغيره سميه كبيره. جميع الفروق اللي تتكون يعني في المغرب، جميع الفروق اللي تتلعب في البطوله الاحترافيه راه كل مدينه وفيها القوانين ديالها وكل مدينه فيها الشركات ديالها، يعني هنا خصهم يعاونوا بحال هاد الفروق باش ما يبقاوش متخبطوا، على الاقل يعاونوهم شويه. صحيح. الرئيس والمكتب من جهه يحطوا شويه من جهه، كما قلنا شركات من جهه، الجامعات هي تعطي واحد المنح كل سنه للفريق، يعني واخا ما كافياش ولكن تعاونوهم تعاونوهم بعدا كما تنقولوا كومين بعدا تيسدوا واحد الباب اللي كبير في الفريق، تيحلوا المشاكل الكبيره تيحلوها. يعني هنا كما قلنا رجع الموضوع ديالنا ديال طنجه، الموضوع ديال المدرب اللي بكل صراحه نحييه ونقول له ادريس مرابط، نقول له البوجور ديالك ونرفع عليه القبعه. كان عامين هذه ولا عام مع الفريق هذه مزيان، شويه قالوا ليه نعم بسلامه الله يعاون، تخبطوا في المشاكل عاود عيطوا لي. يعني هذا السيد هذا الانسان يعني الخلوق، وانا تنعرفوا على قرب يعني اللي تلاقيت معاه في المدينه ديال الامارات، يعني كان هو كان في الامارات بزاف، كان في الامارات في اليمن، كان تيدرب الفريق ديال ديب الحصن، وانا كنت تنشرف على 19 سنه في البطائح وتلاقيت انا وياه. الانسان طيب الانسان خلوق، وراني بزاف الحوايج تما في حيت اول عام كنت في الامارات، وراني كيفاش تنتعامل مع الناس والاخطاء اللي ما خصهمش يداروا. يعني هذا العالم بوحده ماشي هو المغرب ولا هذا، فعلا تنحييه بعدا على الاستشاره ديالو، وتنحييه على الشخصيه ديالو وولد الناس بكل صراحه، لا هو لا حميد العمول اللي بريباراتور فيزيك اللي كان معاه في المدينه ديال الامارات في ديب الحصن. هاد جوج هادو تنشكرهم بزاف، وهو يعني يحسب ليه، يعني هاد النتائج انا تنقول تحسب ليه هو والدافع ديال الجماهير ديال المدينه، ولكن ما خصناش نعيشوا هاد المشاكل هادي. صحيح. ربما على ذكر الجامعه، فالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هشام فهي مانعه للاتحاد طنجه من اجراء اي تعاقد خلال الانتقالات المقبله، وكذلك اربعه اللاعبين او خمسه اللاعبين فشل المكتب المسير في التأهيل ديالهم بسبب الديون الماليه المتراكمه على الفريقين. دابا كيف يمكن انه يسير انا دابا يعني لا خمسه دورات 25 دوره، كيفاش يمكن يسير اتحاد طنجه الموسم؟ ودابا خصك تعرف هذه المساله اخويا بوحوته، راه جميع الفروق تيتخبطوا في هذه المسائل. انا كنا رايي الخاص يعني اللي غيحط مثلا الكونترا ديالو جوج مرات ولا ثلاثه في الجامعه، تنقول انا بلا ما يمشيو للطاس ويمشيو، اللهم يكون اتفاقيين مع المكتب، يكون عقلاني، يكون ايه يكون مكتب عقلاني، يكون مكتب يعني بالتراضي، يعني تاخذ شويه وتسمح للمكتب، والمكتب حتى هو يعطيك شويه ويسمح لك نتايا، باش يكون هادشي اتفاقي، باش يخليوا هذوك المنح اللي تياخذوا في العام، حيت مهمه بكل صراحه، حيت الجامعه المجهودات اللي تقوم بها الجامعه ديال مع الفروق راه ماشي سهله، راه كاينه فرق الهواد، كاينين في الاكسيلو في التروازيم ديفيزيون، كاينين في الدوزيام ديفيزيون، يعني فلوس كثيره تتخرج. مع العلم كما قلت يعني ما نوصلوش لهذه المسائل هذه اللي تيجي اللي تيتحطوا في الجامعه، شكون اللي تيضر؟ الجامعه راه دايره القانون ديالها، يعني لفتي واحد العادات راه يمكنك تاخذ المنحه ديالك العام الجاي، وانت هو الضحيه والفريق الضحيه والمدينه والجماهير وكل ما هو يبغي هذا الفريق هذا. صحيح. هشام نمشيو نتفاعلوا شويه مع بعض المعلقين ديالنا عبر دائما الصفحه الرسميه لقناه شفتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن بعد ناخذوا فاصل اخير قبل ما ناخذوا او قبل ما نكملوا ونستمروا في البرنامج ديال المورنينغ رياضي في الربع الاخير
من البرنامج هذا. كريم ابو زيد تقول خويا انا ودادي ونتاسف صراحه للوضع الذي وصل اليه اتحاد طنجه، نتمنى من هذا الفريق ان يعود مجددا. ربما كريم كيسحب ان الفريق تخبط في نتائج ايجابيه، باش تصحوا لكريم مجموعه من المشاهدين. اتحاد طنجه على مستوى الكروي او التقني ففريق منظم، فريق رائع، فريق اللي كيدير واحد البلوك خطير للخصم ديالو، فريق اللي كيلعب واحد السيستيم ديال الاتاك بلاسي، بناء الخلف، بناء الهجمه من الوراء مرورا بالوسط ثم الى الهجوم، فريق اللي عطى مؤشرات قويه مع عوده جديده المرابط انه فريق هذه كل كلمه ديالو هذا الموسم، عكس الموسم الماضي اللي كان كتخبط مجموعه من النتائج السلبيه. لكن للاسف للاسف الموسم الماضي كانت الفلوس ما كانتش فرقه، دابا كاينه فرقه وما كايناش فلوس. شوف احنا دوينا في هذا الشيء ونعاودوا ندوي في هذا الشيء، خاص الناس اللي مسؤولين على الفرقه، الناس اللي ديال الجهه، الناس ديال المدينه ديال طنجه ينقدوا هذا الفريق، حيت عندنا فريق قوي. انا كنت مرشح نيت فريق طنجه من البدايه، تبعته طريقه اللعب ديال الفريق. قلت هذا الفريق هذا غادي يكون غينافس الفرق الكبرى، شكل الوداد، شكل الرجاء، يعني غادي يكون مع الـ مع الـ مع الرابعين الاولين ولا الخامسين الاولين. مع الاسف الحمد لله الساعه توقيف ديال البطولات شهر، ربما يحلوا المشاكل ديالهم في اقرب وقت. ماشي الرجاء، ماشي الجيش، راه كاينين مشاكل كبيره، كاينه وجده مجموعه من الانديه اللي فيها يعني تتخبطوا في المشاكل الماديه. صحيح. هشام ناخذ فاصل اخر مشاهدينا الكرام ثم معكم سنواصل.
لان عدنا مجددا هشام دائما في حديثنا على الازمه الماليه لفريق اتحاد طنجه، المحور الثاني للبرنامج. فريق عريق كما قلنا، فريق اتحاد طنجه يتخبط في مشاكل عديده، فريق سيحرم مره اخرى من انتدابات خلال الميركاتو المقبل. سؤال اللي كتسالوا جميع الجماهير الطنجاويه هو هل سيستمر اتحاد طنجه في نفس التوهج اللي بدا به البطوله؟ لا، هو المشكل فين كاين؟ هو خصهم يحلوا، بدا اول حاجه يحلوا المشاكل ديال اللعابه ديالهم. حتى ما كانش المشاكل الماديه غادي غيبقى هادشي، لان الاستمرار ما كاينش، غادي يوقع مشكل كبير كبير بزاف. شحال لاعب قدو يصبر ما مخلصش كيلعب؟ لا ما يمكنش، لا ما يمكنش. ماشي غير يخسر، ولكن ذهنيا يدخل المقابله ما مركزش مزيان. بوحوشه، انت عندك تجربه وعندك خبره في هاد الميدان هذا، يعني لاعب ما يمكنش يصبر شهرين ثلاث شهور حتى اربع شهور من ما مخلص ما والو، ما يمكنش. هاد اللعبه شنو غادي ياكل؟ يعني هنا تنحمل المسؤوليه الناس اللي تيسهروا على الفرقه، الناس اللي تيبغيو الفرقه، بالاخص ماشي نقول الناس اللي تيبغيو الفرقه، ماشي الجماهير ديال المدينه اللي غادي تخلص لعابه. الناس الغيورين عندهم الناس اللي الناس مسؤولين على الفرقه، خاصهم يعتقوا الفرقه في اقرب وقت، فهمتي؟ خاصهم يحلوا المشكل ديال اللعابه. يعني انت ملي خديتي المسؤوليه ديال كرئيس مسؤول على الفريق بحجم فريق طنجه، يعني في اقرب وقت تحل المشاكل ديالها. خصك تشوف ملي غتجيب الفلوس، خصك تشوف ملي غادي تواصل مع الناس اللي غادي تجيب الفلوس باش تحل المشاكل ديال الفريق. راه ما يمكنش، سينو شفنا البدايه ديال البطوله بدايه مشرفه، شفنا فريق في المستوى، فريق تيربح داخل وخارج، داخل التيران وخارج التيران تيربح، كاس العرش هو كاين فيه، يعني مستوى طالع بزاف، مستوى عالي، اللعابه الحمد لله تنبان لي انا ما يحتاجوش كاع حتى انتدابات، ما يحتاجوش انتدابات، حيت البصمه اللي الديبار اللي داروا فريق طنجه، اسمح لي راه ربحوا ماتشات وبينوا باللي راه فريق قوي. صح، وربما حتى غياب الجماهير الانديه بسبب جائحه كورونا، فالاتحاد طنجه مثال عنده جماهير غفيره، ربما كان غادي يقلصوا شويه من الازمه. كنعرفوا ان اتحاد طنجه عنده جماهير غفيره كتملا جنبات الملعب الكبير لطنجه، واللي كيدخل موارد ماليه بعد كل مباراه. شوف، بطبيعه الحال بوحوت انا متفق معك، الجماهير تتعاون الفريق ماشي ديال طنجة، باش نقول لك راه ديال الوداد، ديال الرجاء، خريبكة، وجدة، جميع الأندية في البطولة الوطنية، يعني كاع المغاربة، جميع المغاربة ملي يدخلوا تيشجعوا الفريق ديالهم، راه تيعاون بعدا تيعاون الفريق واحد تقريبا واحد 60% 70% حتى 80%، ولا كان شي ماتش كبير بحال شكل كلاسيكو، بحال شكل ديربي، تدخل الفلوس كثيره الخزينه ديال الفريق، يعني تيحلوا شويه ديال المشاكل، يعني هذا الجانب هذا بوحده. ولكن كما تنقولوا مع الجائحه هذه، نتمنوا من الله يرفع لنا هذا الوباء في اقرب وقت، حيت الجمهور ولا مهم، وكاين مولى مهم في الحياه ديال الانسان، حتى من اللعابه ولاو عطشانين يشوفوا داك الجماهير ديالهم كيفاش يشجعوا الفريق، تتكون واحد المنافسه في المدرجات مع الخصوم ديال هاد الجماهير وهاد الجماهير، تشوف الجمهور تيشجع الفريق ديالو والاخر تيشجع الفريق ديالو، تتكون واحد المنافسه زوينه بزاف، وتا من اللعابه تيكون محمسين على اساس حيت داخل الجمهور. هنا تنتمناو كما قلت، نتمناو من الله يرفع لنا هذا الوباء باش نشوفوا الجماهير ديالنا ترجع للملاعب، وراه تتحل المشاكل، الجماهير تتحل المشاكل ديال فرق يعني الكبار في المغرب. صحيح. اذا قبل الختم، رسالتك للمسؤولين والغيورين على فريق اتحاد طنجه؟ ورسالتي انا خصهم يحلوا المشاكل ديالهم في اقرب وقت، يعني الفريق هذا فريق ديالهم، ماشي لقاوه يعني اجا وطاح، فريق ديال المدينه، فريق عنده تاريخ، فريق عنده تاريخ اللي بغى واللي ما بغاش، يعني فريق في المستوى، يعني خصهم الناس المسؤولين يحلوا المشاكل ديال هذا الفريق في اقرب وقت، يعني لا كانوا باغيين هذا الفريق يكون كبير، هو راه كبير كتاريخ، ولكن كينافس
على الفرق الوطنيه والفرق الكبرى في البطوله الاحترافيه، خصهم يحلوا المشاكل اخويا. توقع دير الكيشام المباراه ديال اليوم غد المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الطوبولي؟ واش هذا سؤال؟ اتوقع دير لا ما نتوقع انا غير كنتمنوا الفوز غادي نتمنى شوف لكن توقع ديك المباراه انت وانا في الكواليس قلنا المنتخب غادي يربح ب 3-0 ولا 3-1 ضروري الفوز. تبغي قلنا في الكواليس بغيت نقول على المشاهدين الكرام هشام كنبغي نشكرك على التحليل ديالك الجميل جدا. شكرا محلل في المستوى واطار وطني كذلك وكنت لاعب في المستوى نتمنى نشوفك كذلك مدرب مستقبلا في المستوى. كل التوفيق لك هشام وشكرا لك مجددا. شكرا المخرج ديالنا، شكرا خويا بحوته على الكلام الطيب، كذلك انت الانسان الخلوق انسان طيب يعني اللي تجيب لنا الاعتصامات ديالك اللي زوينه بزاف وتنشكرك بزاف وغدا نتلاقاو في الصباح ان شاء الله. اكيد لنا موعد يوم غد هشام دائما في برنامجنا مورنينغ رياضي بدايه من السابعه صباحا رفقه مخرج البرنامج اسامه زين الدين غادي يكون حاضر معنا غادي يوم غد الاثنين. رغم ان ربما يوم اسامه كياخذ عطله لكن كاكد لي انه غادي يكون غدا يوم معنا في الصباح. لا خصو ضروري يكون لما كتشوف راه ما غنكونش انا باش نقول لك صافي من الساعه السابعه مساء او السابعه صباحا عفوا. مشاهدينا الكرام كما نشكركم على الحسن المتابعه وكما نشكر كذلك كل من تفاعل معنا سواء عبر الخط الهاتفي للبرنامج او عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هشام كما نشكروا الجنود الخفاء الكبيره اللي واقفه وراء الكاميرات اللي كتامل لنا هذا البث المباشر. تبارك الله عليكم وتشكركم بزاف وكنبغي نشكر كل واحد بالاسم ديالو اكيد تحت اشراف المخرج اسامه زين الدين. نلقاكم يوم غد مشاهدينا الكرام دائما عبر برنامجكم مورنينغ رياضي على حساب نفس قناتكم قناه شوف تيفي. لذلك الحين تقبلوا مني انا محمد رضا بوحوجه اطيب المنى.